بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه السيارة اللي أعطيتكم عليها سؤال، أنا قلت لكم فيها صوت كي تدور يمين ويسار، البونو يمين ويسار. فيها الامرسير اللي هو التوك نتاع الامرسير اللي يركب هنا، الامرسير هذا هو اللي فيه الصوت. الامرسير هذاك باش نحوه، فيه زوج بونات من اللطر ساهل، وفيه بونات من فوق اللي هما جوا تحت القطاع هذا داخل، لازم نحو القطاع هذا نبعدوه ونحلو التوك من داخل، لان هذا جاي تحت الكاش هذا نتاع البربيه، الكاش هذا نتاع الهواء. طبعا برشا اولاد يعني برشا اخوه جاوبوا صحيح يعطيهم الصحه، وفما اللي ما جاوبش صحيح. تو باش نوريكم الخلل منين. الخلل هو كان من هذه يسموه توك امورتيسير، هذا توك امورتيسير يسموه، هذا يوصل لين ما عادش فيه، شفتوا وصل لين يعني وصل يمس، هو لازم يكون فما شويه فراغ ما بيناتهم. طبعا باش نفكوا الرسور هذا من الامورتيسير يلزمنا الهراش نتاعو، وهذه شوفوا هذه جديدة، هذه جديدة فيها رولمون هذا اللي هو الأبيض هذا تسمى رولمون، شدك هيك شوفوا هنا هذه كي دور هو العجلة يمين يسار تدور، هذه شفتوها هذه زي ما تدور، هذه ولت رولمون نتاعها فازة. توا هيك لو باش نحي الرسول من مكان. طبعا لازمنا قطعتين اللي هما أراش، اللي هما أراش كيما هذا، فما الراش ولا فما انواع اخرى برشا انواع. الرولمون نتاعها ميت، طبعا نشدو مفتاح سيبون داخل ونحلو مفتاحها 19، هذا نحلو مفتاح 19. طبعا ديما نخفوها قبل ما نحطو من قبل ما نحفر الرسور باش ما طوعنا خير. هذه جديدة، دورها جديدة ودورها القديمة، ترى هيك دور شفتوها ما فماش صوت جملة، دور القديمة شفتوها فما فرق كبير. وهذوما فيهم يمين ويسار، ماهمش مركبوش على بعض، اليمين ما تركبش على اليسار واليسار ما تركبش على اليمين، لازم يثبت روح الإنسان باش يركب. هذه يسار تركب على اليسار، شدوا ديما الامر السير ديما شدوه من فوق، ما شدوش بالبانس خذ بالكم، ديما شدوه من فوق. ونحلوا الراش نتاعنا،
نعم ركبنا احنا الرسم تاعنا. طبعا كنت وريتكم انا ويعني المشكل يعني في كي تدور العجله يمين ويسار، يعني كي تدور آلة القياده او السياره يمين ويسار في العجله تسمع صوت طق طق طق. يعني فما برشا اخوه جاوبوا صحاح وفما برشا اخوه غالطين، وديما ان شاء الله نتعلموا من بعضنا. كل المشكل ما هو موجود في هذا في التوكا مرتسير، نسموه احنا توكا مرتسير، هذا اللي يجي فوق المرتسير من فوق، هذا فيه الرولمون هذه. والمفروض يعني شوف يعني هما توكا شو اللي يبيعونا يبيعوهن كامل، وحد هذه ما تباعش، هي ما فيها شيء يفسد كان هذه. اللي ما يحبش يبدلها نجم هذه من هنا يحلها هكا شويه، يصب لها شويه زيت ولا يشحمها يفركها تتفرك تتقوى عليها تتفك من بعضها، ينجم يصب لها شويه زيت هنا حتى يدور يصب الزيت، يدور يصب الزيت وتولي يتنحى منها الصوت هذا وتولي ترجع تخدم. اللي ما يحبش غيرها او ما عندوش ولا كذا سهل العمليه، مش صعيبه فيها. يعني النجم هذه كلها تتفك من هنا، هذه تفرك من بعضها او هناك. اما ما عادش فمك شيء يتصلح، يعني حتى هي صب لها شويه زيت بعد مده تعاود تخف، لان البلاستيك نفسه هو اللي تاكل. قبل كانوا يعملوها حديد، تولوا يعملوها بلاستيك باش انت تبدل، يعني يصيف عليك تغير. يعني ما فهمش هذه تو في السيارات الحديثه او في القطع غيار الجديده تو، حتى ولو اصليه انت ما تبدلنيش انا نفسد وحدي. يعني انت ما تغيرنيش في وقتي في الكيلومتراج اللي محدده لك الصانع، انا نفسد وحدي. يعني نجي يوم ونطيح امبان، يعني نفسد. يعني شفت السيستم اللي عاملينه الجديد هذايا نتاع يعني استهلاك. هم عندهم حق طبعا، لازمهم يخدموا، مش كيفنا احنا نستهلكوا، هم يصنعوا ويبيعوا ويستهلكوا. هم عندهم تو هذيا يعني على ساعات على قطعه زي هذه سياره كامله يرميها على قطعه زي هذه، لان تكلف لها اغلى من حقها الجديده في السوايع نتاعها نتاع الخدمه وال وحقها هي، وتضيع الوقت. يعني هم ما عادش يحبوا التصليح والتلفيق، واحد ما عادش يحبهم. يعني حتى هذه تو هي التوكا مرتسير هذه تو ماشيه 135,000، وريتهالكم السياره ماشيه 135,000، ماشيه 135,000 هذه من هنا من جهه الرسور، وهي تركب هكا تركب هكا ملطه، فهمت؟ هذه ماشيه تو 135,000. يعني هي المفروض مثلا ممكن تتغير في 50 او 60 وحدها، يعني هم يغيروا وحدهم، يعني في الصيانه يغيروها وحدهم من غير ما يحط احد يعني يهزها للدار ويشوفوا الكيلومتراج، يلقوا حاجه اذا ما تتغير، لان هم عندهم كل شيء بالكيلومتراج في وقت معين، في يعني كيلومتراج تبدل القطعه هذيك، ما يخلوش مش كيفنا احنا خلوها لنطيح امبان او لنتكسر او لنتفسد او لنتوقف. وبرشا ناس تو يقول لك السياره الفلانيه مش ناجحه والسياره الفلانيه مش ناجحه والدي سي مش ناجح والانجكتيرات. يا سيدي تو نعطيكم فكره عموما، راهو تو السيارات الحديثه كل ما عادش فما حاجه مدى الحياه، فما كيلومتراج. تو انتم تشكو من الدي سي كونه مش باهي والدلفي وما دلفي. تو يا سيدي الدلفي ولا في جميع انواع السيارات، موجود في المرسيدس، موجود في سانجيونغ، موجود في الريكستون، موجود في البي ام، موجود في جميع انواع السيارات توا الدلفي والانجكتيرات الدي سي هذه. توا هم ما عادش يحبوا هاك الحاجه تدوم مدى الحياه، 200,000 250,000 300,000 طيش، ما عادش فما تصليح. توا الحاجه هذه ما عادش يحبوا الكهرباء تقعد مدى الحياه، لان هم ما بيدهم مصانعهم تسكر ومعاملهم ما عادش تنتج. توا يعني السيستم الجديد اللي هو التصنيع الجديد يعني ضمان 5 سنين او 150,000 كيلومتر، وفما انواع اخرى 3 سنين و 100,000 ضمان. يعني يقول لك انا كي ماشي 150,000 معناتها في 5 سنين مشات 150,000 وما مشيتهمش، عاشت لها 5 سنين صح لي كاو هكا كيحبوا هم، مش كيفنا احنا. احنا توا الناس كلها راجعه عملت بالتوالي للانسيان موديل، شفتكم الكونغو كيش عملنا لها من دي سي رجعناها نورمال، يجي نهار ما عادش تلقى يعني قطع غيار نتاع كيما المحركات العاديه ولا اللي هي الديزل العادي، ما عادش فما، ما عادش تفكر ان الحاجات اللي باش تلقاها مستقبلا. يعني كلها باش يولي السيستم هذايا نتاع تي اف اس سي والتي سي والدي تي سي والسي دي، كل هذا كله ما عادش يعني ما عادش تساعدهم، لانهم توا يلوجوا في استهلاك الوقود، اقل استهلاك وقود،
واكثر قوه وسرعه وشتاب نسموه احنا بالفرنساوي نقول شتاب يعني خطه لوح يقول الليبي. ان شاء الله المعلومات هذه تفيدكم وتنفعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.